أردوان زوين يعني صحفي رياضي توجهت لي الدوام من عند ليونس كلوب فهذا النطاق هذا الحملة التحسيسية لداء السكري، وهذه دخل في البرنامج التحسيسي بجميع يعني هذا نشاط تقوم به النادي أو هذه الجمعية تقوم بها في نطاق يعني عدة قضايا، عدة أشياء تهم المجتمع المغربي والمجتمع بطبيعة الحال هنا في مدينة الدار البيضاء. اليوم كانت خاصة بالنطاق الحملة التحسيسية لداء السكري. الداء السكري كما شرط له الرئيسة ديال الجمعية بأنه يعتبر من ثاني داء يعني اللي عنده واحد يعني تقريبا متفاقم الخطورة ديالو متفاقمة في العالم بأسره، ويعتبر المغرب طبيعة الحال من الدول لأن تتعاني من الداء. إذن المجيء ديالي هنا هو باش نأيدوا هذه الفكرة، ثانيا باش نبينوا على أن المواطنين كلهم ملمين بهذه الفكرة وعارفين الخطورة ديال الداء. والحملة كانت اليوم بدأت بداية ممتازة والآن ماشية، كاينين المواطنين كاين مواطنين كتار كنت يعني اللي جاوا لهذا المقر هذا باش ياخذوا باش يعرفوا حالتهم الصحية بخصوص داء السكري. والجميل فاتي وان هذه تكون متابعة للمرضى اللي مثلا وجدوا ان عندهم داء السكري، تتعرفوا لان الجليسيمي خصو يكون اقل من جرام وعشرة، فاذا كان مثلا جوج الجرام او جرام وخمسين او جرام ستين يعني هذه الجمعية تتحاول بطبيعة الحال بالمساعدة ديال الطبيب القباس بالمصلحة الطبية هنايا في درب غلف او في عمالة مر السلطان يعني هتاخدهم بالعناية وتاخدهم انهم باش تعالج المرضى بهذا الداء، وهذا يعني شيء جميل تنتمنوا انه يكون في جميع الانحاء المملكه لان شيء جميل جدا بالنسبه للصحه ديال المواطنين.